هاي. حادثة تشيرنوبيل النووية الإشعاعية يلي وقعت بالمفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبيل للطاقة سببت كارثة تعتبر من الأهم والأشهر بالعالم، وبعد نتائجها مستمرة لليوم. من الصعب تحديد عدد ضحايا للكارثة، وهو بين 4000 و 90000 ضحية ماتوا أو ممكن بعد يموتوا بسبب حالات متصلة بالإشعاع. صار في بين 100000 وال 200000 حالة إجهاض بعد الكارثة بسبب الراديوفوبيا، لأنه الأطباء بوقتها نصحوا النساء الحوامل بالإجهاض خوفاً من تشوهات عند أطفالهم، مع أنه تعرضهم للإشعاعات كان قليل ومنه خطر. لما تم إخلاء المنطقة منع أصحاب الحيوانات من اصطحابهم معهم، ولليوم في كلاب عايشة بالمنطقة لكن حياتها قصيرة للأسف بسبب هالإشعاعات. مين قال أنه تشيرنوبيل والمنطقة المحيطة فيها ما رح يكونوا آمنين للبشر قبل 20000 سنة على القليلة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.